يحضر الشاي عبر طرق مختلفة، هذه أهمها في مجتمع البيضان. يقوم التياي، وهو الشخص المكلف بإعداد الشاي، بوضع مقدار من الورقة الزينة، وهي حبيبات الشاي، يضعها في البراد، بعدها يسكب عليها الماء المغلى. ومن الأفضل أن يكون الغدير، وهو ماء المطر، يترك قليلا دون تحريك البراد لاستخراج محلول يدعى الدمعة. يوضع القليل من الماء في البراد لكي يشلل أتاي بتحريك البراد على هذا النحو. تضاف كمية أخرى من الماء ويترك الشاي يغلى. في انتظار جاهزيته تقلب الكؤوس لصنع الرغوة. بعد أن يغلى يضاف السكر، وهكذا يصبح الشاي جاهزا للتقديم. شاي لحسن الكنتاوي تفرد في الجودة والمذاق.